أستاذ نور الدين مودن على كلمته الطيبة وله الحق في الآن مع كلمة المجلس العلمي يلقيها فضيلة الأستاذ محمد المصلح ليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. السيد رئيس الجماعة الحضارية، السيد رئيس المجلس العلمي، السيد عميد كلية الأداب، السادة والسيدات الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فإن رسالة أهل العلم رسالة مهمة وشريفة وسامية، تكتسب شرفها وأهميتها وسموها أساساً من كون هؤلاء ورثة الأنبياء في أداء هذه الرسالة. والأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهي رسالة تتمثل أساساً في ترشيد مسيرة المجتمع وتصحيح سلوك أفراده ومعاملاتهم وتبصيرهم بحقائق دينهم وبأحكامه وقيمه، وتنبيههم إلى الأخطار التي تهدد هويتهم وكيانهم، وتحذيرهم من عواقب الانحراف والتقصير. إنها رسالة تجمع بين التعليم والتوجيه والإرشاد والتنبيه والعلاج والحفاظ على وحدة الصف والكيان ومقومات الهوية. وهذه الرسالة تقتضي الاتصال المباشر بالمجتمع والانخراط فيه وتعرف آماله وآلامه والإصغاء إلى أسئلته وهمومه. وقد وعى أهل العلم عبر العصور أبعاد هذه الرسالة وأدركوا مسؤوليتهم في أدائها، لذلك نهضوا بها وتحملوها صادقين مخلصين محتسبين في مختلف المراحل التاريخية للأمة. وقد ابتكروا من وسائل الاتصال بالمجتمع والانخراط فيه ما بوأهم مكانة مرموقة فيه، وجعلهم يحتلون مركز الصدارة في صفوفه، وأعطى سلطانهم قوة ضاهت قوة الحكام، بل فاقتها في بعض الأحيان كما هو معروف من خلال بعض مواقفهم التي سجلها التاريخ. ولم يعطوا هذه المكانة في المجتمع بسبب سعة علمهم وغزارة معارفهم فحسب، وإنما اكتسبوها أيضاً بأخلاقهم وصدقهم وتجردهم وحكمتهم والتصاقهم بالمجتمع وحرصهم الدائم على الإجابة عن نوازله وحل مشاكله. ولم يكونوا يوماً متهمين بعدم معرفة الواقع وبجهل تقنيات فن التواصل مع المجتمع ومع الجمهور كما يتهمهم البعض اليوم بذلك، لأنهم كانوا في عمق المجتمع، كانوا يمثلون ضميره، يمثلون قلبه النابض. إن الذي يتهم أهل العلم اليوم بقلة فقه الواقع وبقلة خبرة في فن التواصل وبعدم الإلمام بوسائل وتقنيات هذا الفن، ويرى أن ذلك هو السبب في فتور علاقتهم بالمجتمع وضعف صلتهم بالجماهير، إن هذا الشخص لا يعرف الواقع جيداً ولا يعرف التاريخ القريب للأمة. إذ لو درس الواقع وبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انحصار دور العلماء في المجتمع وتراجع دورهم وأدائهم في توجيه الحياة العامة، لانتهى إلى اكتشاف عوامل أخرى زاحمت دور العلماء ونازعتهم، وكانت هي المسؤولة أساساً عن الانحصار الذي مس وظيفتهم في المجتمع. ولعل أبرز هذه العوامل التي تأتي في المقدمة عامل الاستعمار الذي سعى فوراً إثر احتلاله للبلدان الإسلامية إلى تحجيم دور العلماء وتضييق الخناق عليهم وحصار المعاقل العلمية التي كانت تصنعهم وإقصائهم المتعمد والممنهج عن مراكز القرار ومواقع التأثير في المجتمع. أيها السيدات والسادة،
إن المجلس العلمي المحلي لوجدة مدرك لمدى أهمية دور العلماء والمثقفين عموماً في التوجيه العام، ودورهم في الحفاظ على الثوابت والمقدسات، ودورهم في تحصين الناشئة ضد كل أشكال الانحرافات الفكرية والسلوكية ونشر الفكر الوسطي في الأمة. لذلك فقد فتح أوراشاً علمية وثقافية وتوجيهية، ووضع لتنزيلها برنامجاً متكاملاً يشتمل على ندوات علمية متخصصة ينظم بعضها في مقره وبعضها في بيوت المحسنين من أبناء هذه المدينة الكرماء الداعمين والواعين بأهمية الإنفاق على العلم وتشجيع أهله والمشتغلين به. هؤلاء الذين يرحبون بعقد هذه الندوات في بيوتهم ويوفرون لها أسباب النجاح المادية والمعنوية، وهم فرحون بذلك ومسرورون. كما ينظم المجلس العلمي أيضاً ندوات أخرى ومحاضرات في نوادي الشباب ومؤسسات التربية والتعليم والإصلاحيات والجمعيات، ويعنى أيضاً بالعلوم الشرعية وطلابها من خلال الإشراف على عدة مدارس ومراكز خاصة لذلك، منها مدارس خاصة بالنساء بالذكور وأخرى خاصة بالإناث. كما يشرف المجلس على الكراسي العلمية التي تعقد في إطارها حلقات ودروس علمية يومية بمسجد خاص. وفي هذا السياق، في سياق اهتمام المجلس العلمي المحلي بشأن العلم والعلماء، يأتي حضوره اليوم في هذه الندوة العلمية يحضر فيها مبادراً ومشاركاً ومنظماً ومدعماً مادياً ومعنوياً ومشجعاً لهذا النوع من اللقاءات العلمية الهادفة. ويسعدني باسم هذا المجلس، باسم المجلس العلمي المحلي لوجدة، أن أرحب بالسادة الحاضرين جميعاً، وأن أرحب خاصةً بالسادة الأساتذة والعلماء الذين تجشموا عناء السفر وجاءوا إلى مدينة وجدة ليشاركوا في أشغال هذه الندوة العلمية. رحم الله العالم الجليل السيد بن سعيد المهداوي عالم وجدة وفقيهها، الذي نتذكره اليوم في هذه الندوة ويتذكره تلامذته الذين يحضرون معنا، وبذلك تتحقق صلة الرحم بين هذا العالم الجليل وبين المشتغلين بالعلم من السادة الحاضرين، لأن العلم رحم بين أهله كما يقال. وفي الأخير أتمنى لأشغال هذا الندوة أن تحقق الأهداف المتوخاة منها، وأدعو للمشاركين فيها والمتابعين لأشغالها والمهيئين لها بالتوفيق والسداد وبثبات الأجر والثواب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.